يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يفتي الآن بجواز ذهاب المرأة للسفر بالطائرة بدون محرم، ويستدل بحديث الضعينة وأن النبي صلى الله ويستدل بحديث الضعينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح المرأة التي ركبت لوحدها فوق البعير وسافرت بدون محرم، ويشترط عدم خوف المرأة على نفسها، فهل هذا موافق للأدلة؟ هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، مسيرة جاء مسيرة يوم، جاء مسيرة يوم ليلة، جاء مسيرة يومين. أحاديث صحيحة كلها تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم، يروح يجيب حديث متشابه ويستدل به. هذه طريقة أهل الزيغ، هم اللي يستدلون بالمتشابه ويتركون المحكم الواضح البين. ألا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لا في طائرة ولا في غيرها؟ طيب، الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أنه يغزو، وقال وأخبر الرسول أن امرأته خرجت حاجة، فقال: ارجع فحج مع امرأتك، أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته، مع أن امرأته مع الحجاج، حجاج فيهم رجال ونساء ومجتمع ركب يمشي، فلماذا أرجعه يحج معها وهي مع ركب ومع جماعة ومع، سبحان الله، هالمغالطات اللي بلي بها الناس اليوم. نعم.